يحل علينا أول أيام رمضان المباركة، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري ويأتي بعد شعبان، وفيه وقعت أحداث جسام غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث. وفيما يلي أهم الأحداث: أول رمضان صامه المسلمون كان يوم الأحد 1 رمضان من السنة الثانية للهجرة، الموافق 26 فبراير 624 ميلادي، هو أول رمضان صامه المسلمون. نزول صحف إبراهيم عليه السلام. نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 ليلة من رمضان، وأنزل القرآن لـ24 خلف من رمضان. دخول الفتح الإسلامي مصر. في الأول من رمضان عام 20 هجري موافق 13 من أغسطس 641 ميلادي، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل الفتح الإسلامي مصر على يد القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأصبحت مصر بلدا إسلاميا. وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. في مثل هذا اليوم من عام الحزن توفيت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. حريق المسجد النبوي الشريف. في مثل هذا اليوم من عام 654 هجري، وكان يوم جمعة، احترق المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، عندما قام الخادم المكلف بإيقاد القناديل بإخراج ما يحتاجه من المخزن، ونسي ما في المخزن مشتعلا، وامتدت النيران إلى المسجد وأحرقت سقفه، وقد عجز أهل المدينة عن إطفائها وأحدثت خرابا كبيرا بالمسجد. وقام عدد من خلفاء المسلمين وسلاطينهم بعمارته، حيث بدأ به العمل عام 755 للهجرة، واكتملت عمارة المسجد في أواخر القرن التاسع الهجري. بدء فتح الأندلس. في 1 رمضان 91 هجري موافق لسنة 710 ميلادي، نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلسي، وغزوا بعض الثغور الجنوبية. وبدأ فتح الأندلس، وكان موسى بن النصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس. انتصارات غرناطة. في مثل هذا اليوم عام 725 هجري، هل هلال شهر رمضان على مسلمي غرناطة في غمرة احتفالاتهم بالانتصارات على الإسبان. وفاة الفيلسوف ابن سينا. في الأول من رمضان عام 428 هجري توفي الفيلسوف ابن سينا، هو الحسين بن عبد الله شرف الملك، ولد عام 980 للميلاد، وكان أعظم علماء عصره في الطب والعلوم وأعظم الفلاسفة في العصور الوسطى. مؤلفاته تدرس في الجامعات الأوروبية. كان اسم جده سينا، ولذلك اشتهر باسم ابن سينا. مولد العلامة ابن خلدون. هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد خلدون الحضرمي، المعروف أكثر باسم ابن خلدون. ولد في يوم الأربعاء 1 رمضان 732 هجري، الموافق 27 مايو 1332، وتوفي في الجمعة 28 رمضان 808 هجري، الموافق 19 مارس 1406 ميلادي. كان فلكيا، اقتصاديا، مؤرخا، فقيها، حافظا، عالما، عالم رياضيات، استراتيجيا، عسكريا، فيلسوفا، ملما بالطب، ورجل دولة، ويعتبر مؤسس علم الاجتماع. العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. في 1 من رمضان 1425 هجري، الموافق 15 من أكتوبر 2004 ميلادي، استشهد 110 فلسطينيين بينهم 30 طفلا، وإصابة ما يزيد عن 400 فلسطيني نصفهم من الأطفال، خلال عملية اجتياح واسعة لشمال قطاع غزة استمرت 17 يوما، وسماها الكيان الصهيوني أيام الندم.